أنا أرد أقول للحكومة، يعني هذه العصفورة إذا سئلت بأي ذنب قتلت، ياهو اللي بالبلد مو مشروع موت على يد هذه الطبقة السياسية. وبعدين إيش راح تقدرون تحجون أمام شعب كل اللي دا يحكي بيه عنده مبرز بيه جروي؟ إخوان، شعب وعى، شعب قام يفتهم، شعب قام يأرشف تاريخه وموته، ما راح تقدرون تجابوه، صدقوني ما راح تقدرون تقتلوه كله، القبلكم سووها وما نجحوا، ما راح تقدرون له. يعني هذا الآن أنا الرجل والله أثناء البرنامج ما أعرف، لكنه شجاع، شجاع جدا، إجا يعرض المبارز الجرمية كلها، هو إجا يقول ما عندنا غير ذني.